بخطى ثابتة وبطموح أكبر يواصل شباب الوزداد مغامرته الإفريقية باحثاً عن أول لقب له وأول لقب جزائري منذ عام 2014 بعد أن ضمن تواجده في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. ففي سهرة مميزة ووسط دعم جماهيري كبير تمكن شباب الوزداد من الإطاحة بالزمالك المصري بهدفين دون مقابل على ملعب الخامس جويليا الأولمبي الذي لطالما كان شاهدا على العديد من الإنجازات الرياضية الجزائرية. فوز هو الثاني لشباب الوزداد على حساب النادي المصري في النسخة الحالية. المباراة كنا نعرفها صعبة لأنه الضغط كان مسلط علينا احنا أكثر من الزمالك، انه نحن مطالبين باش نعملوا اللعب، نحن مطالبين باش نعملوا ريزلتا قدام جمهورنا في التيران تاعنا. لوكازيون بور سو كاليفي موجوده، دونك سورتو من بعد ريزلتا نتاع العشيه اللي صارت مع ليسبيرونس والمريخ. بالمناسبه من هاني ليسبيرونس على الترشح نتاعها. شباب الوزداد وبعد سيطرة بالطول والعرض على البطولة المحلية الجزائرية ها هو اليوم يسجل تواجده في دور الثمانية من البطولة القارية الأعرق قبل جولة عن نهاية دور المجموعات، وفي مجموعة تضم عمالقة القارة الإفريقية على غرار الترجي والزمالك. فالطريق كان صعبا وشاقا بالنسبة لأبناء بلوزداد في سبيل الوصول لهذا الدور بتحقيقهم 3 انتصارات مقابل خسارتين، مشوار سمح لهم باحتلال مركز ثان برصيد 9 نقاط والمرور إلى ربع النهائي رفقة الترجي التونسي. قلت هذه من قبل من اللي بدينا، قلت عندنا إكيب أنا جكروها برشا في الإكيب هذه من بها برشا دونك بزاف، وما نخافوا من حتى إكيب بيان سور، اوني اني برينابل برينابل كيما لي زيكيب اخرين، ولكن نحنا مخبو اي ايكيب نجمو نمشيو نربحو غادي كي نبداو مركزين وكونسونتري لونفي نتاعنا نتاع العاده. اون لي كاليتي وعندنا لي جوار اللي نجمو نربحو اي جمعيه. اليوم وبعد هيمنة مطلقة على الدوري الجزائري بفضل استقراره المالي وتشكيلته القوية، يطمح شباب الوزداد لإعادة كرة القدم الجزائرية التي تملك تاريخا مشرفا في البطولات الإفريقية إلى منصات التتويج.